السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعداء بهذا اللقاء الذي نريد أن نخصصه الليلة لموضوع اجتماعي يطرح نفسه بقوة في هذه الأيام ونحن في العطلة الصيفية. موضوع العلاقات بين الأسر والزيارات العائلية بين الأحبة. فدوما في هذا الفصل، فصل الصيف، هو يوم عطلة، والناس يحبون أن يسافروا ويحبون أن يلتقوا مع أحبتهم وأقاربهم. وهنا تأتي قضية الزيارات العائلية. الناس يحبون أن يزوروا أحبابهم وأقاربهم ويحبون أن يلتقوا فيما بينهم، وخصوصا أن بعض الناس يحبون الذهاب إلى بعض المدن التي هي شاطئية والتي فيها ظروف الراحة والاستجمام. فهنا يضطر بعض الناس إلى الزيارات العائلية. ربما أن الكراء الشقق أو المنازل قد يكون باهظا، وأيضا النزول في الفنادق ربما لا يستطيعه كل الناس. فهنا تأتي فكرة أننا نزور العائلة ونحل ضيوفا عند أحد الأقارب، وبالتالي نقول أن الله عز وجل أمرنا بصلة الرحم وأمرنا بكرم الضيافة، وأن هذه قيم اجتماعية هي راسخة في مجتمعنا المغربي. لكن الملاحظ، أيها الأحبة الكرام، أن هذه المسألة لا تخلو من مشاكل كثيرة ويبدو لها انعكاسات على العلاقات الاجتماعية، وقد يؤثر على الميزانية العامة للأسرة المستقبلة. فالناس لم يعودوا كما كانوا أيام زمان. إذا رجعنا إلى المغرب في بلادنا هذه 20-30 سنة، غادي نلقوا بأن هناك وقعت متغيرات كثيرة وكثيرة جدا. الناس أيام زمان كان عندهم واحد القابلية لاستقبال العائلات والأحباب، وكان يعني لو قارناه، هل هناك المشكل المادي أو المشكل المجالي؟ بعض المحللين يقولوا السبب هو المشكل المجالي. السكن أيام زمان كان السكن كبير وكان واسع، اليوم السكن اقتصادي اجتماعي متواضع، وهذا كلام حقيقة غير صادق. بالعكس، كانوا الناس أيام زمان في بعض القرى أو في بعض المدن العتيقة عندهم سكن ضيق، ولكن كانت القلوب كانت متسعة، كانت القلب متسع، كان الخاطر واسعة، كانت النفس فيها الأريحية، تحب الآخرين، كانت المودة والرحمة. فالمشكل السكني الآن، المجال السكني، هو ليس بالحقيقة مشكل حقيقي، رغم السكن اللي هو اقتصادي واجتماعي. ثم كذلك كنلقاو مسألة ثانية، وهي البعض يقول بأن الزوار اللي هم معاصرين ماشي بحال الزوار اللي كانوا أيام زمان. أيام زمان كانوا الناس كيقنعوا باش ما قسم الله تعالى، كان كيجي عندك الضيف كتوضع ليه الطعام والشراب وكتهلا فيه دون أن تكلف نفسك ما لا تطيق، ودون أن يطلب هو أو يطالب بأشهى الأطباق وألذ الأطعمة. لكن اليوم انعكست هذه القضية، كنلقوا بأن الضيف إلى جاء يعني كيشترط أنك تهيئ له أطباقا شهية وأطعمة لذيذة إذا حل ضيفا. ولكن المستقبل كيخمم، لأن الغلاء ديال الأسعار وارتفاع المتطلبات ديال الحياة كيجعل الإنسان يضرب أخماس في أسداس وكيخمم في الوضعية الحالية. المشكل الأكبر اللي كيوقع في الزيارات العائلية والعلاقات الأسرية
وهي أن بعض الناس كيحاولوا يجتمعوا في بيت العائلة الكبير. بيت العائلة الكبير كيبغي يمشيوا عند الجد والجدة، هادو ما كيتقلقوش منهم. يعني لما جيتي عند العائلة ولد عمك ولد خالك، ربما مراته ما تبغيش، راجلها ما يبغيش، ولكن البيت الكبير ديال العائلة ديال الجد والجدة هذا الزاوية، هذا كيبغي كل شيء. كيجتمعوا فيه الإخوة والأخوات، كيجتمعوا فيه الأعمام والأخوال، كيجتمعوا فيه الحفدة والحفيدات. بيت العائلة كيجتمعوا كل شيء فيه الناس، خصوصا اللي هما كانوا في مدينة بعيدة وجاء فصل الصيف وبغوا يقع الاستجمام والتجمع العائلي، والناس اللي هما خارج أرض الوطن في بلاد المهجر حتى هما كيبغوا يتجمعوا. هادشي كنا عايشوه، وكانوا الناس فرحانين، وكان كان 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 البيت في الحقيقة هو يعتبر زاوية، اللي جا كياكل، اللي جا كيشرب، وخا الازدحام كاين القلوب صافية. لكن الآن كنلقاو بأن وقعت متغيرات كثيرة. الراس الكبير اللي هو الأب اللي هو الجد الأكبر إلى قدر الله تعالى وتوفي، يعني كنلقاو بأنك تعود للعلاقة متوترة. هو اللي كان كينفق، هو اللي كيتقدى، هو اللي كيوجد الأطعمة، وهو اللي كلمته مسموعة. ملي كيغيب الأب كتبقى غير الأم، صعيب عليها أنها تجمع أولادها وبناتها والحفدة ديالها، ما عندهاش ميزانية، ما خدامهاش، كتقول لهم أنايا ما عندي راجل. وكتزداد القضية سوءا إذا توفيت هذه الأم اللي هي الجدة. إذا توفيت لا قدر الله تعالى، هنا كيلقى بأن ما بقاش الكبير ديال العائلة، وكيعود الشنآن، وكيعود الخصام، وكتعود النزاعات والخلافات. وهنا كنطرحوا يعني كيفاش ممكن إدارة العلاقات العائلية في فصل الصيف، العلاقات العائلية، لأنك توقع الخلافات بين أفراد الأسرة. وهناك لقوا بأن بعض الناس اللي هما نفوسهم ضيقة، كلقوا بعض الناس اللي عندهم نفس ضيقة لا يحب أن يجتمع مع الآخرين، كتلقى دائما يحاول أنه يخلق نوع من النزاع، وكينتقد السلوكات، وكينتقد الحركات والسكنات. وهنا بعد مدة قليلة كنسمعوا العائلة تتشي في العائلة كلهم كيوقع النزاع والخلاف، وكل واحد كيسد عليه الباب ديال الدار ديالو. وكنلقاو أننا ضيعنا واحد النعمة كان الناس ينعمون بها، وهي البيوت المفتوحة والعلاقات العائلية اللي فيها الزيارات، شي غادي عن شي، وكل شي واكل، وكل شي شارب، وكل شي قانع بالقليل، وكل شي راضي، وكيجتمعوا على الصلاة وعلى العبادة وتلاوة القرآن، وكتكون الليالي ديالهم جميلة، كيجتمعوا على برتتي كيجتمعوا عليه، وكيكونوا فرحانين سعداء، وكيكونوا الأسعد هما الأطفال الصغار اللي هما الحفادة أو الأبناء. لما كيلقوا بأن الرأس الكبير الجد والجدة والأم والأب والعم والعمة والخال والخالة كل شيء مجتمع، واحد النعمة عظيمة كتخلي الإنسان متفتح، قلبه كبير، وكتلقى أجمل متعة عنده هو التجمعات العائلية. اليوم الله يسترنا ويستركم جميعا، ولا كل واحد هالشوكة ديالو سد عليه الباب، وكثير الانتقادات، وعلى أبسط الأشياء كتوقع النزاعات والخلافات، وكيلقوا بأن الناس ما مستعدينش يتحملوا بعضهم بعضا. أكيد أيها الأحبة الكرام أن الزيارة العائلية في هذه المناسبات ديال العطال هي جميلة، وكتدخل فيما يسمى بصلة الرحم، كتدخل في صلة الرحم. الناس كيتزاوروا لأن ربنا عز وجل أمرنا بصلة الرحم، وطبعا هذه الصلة ديال الرحيم تحتاج إلى بعض الشروط، من بينها أن الإنسان إلا بغى يزور العائلة فعلا يصحح نيته أنه فعلا يزور العائلة باش يكون المحبة وتكون المودة ويكون تكون الزيارة لله سبحانه وتعالى. لكن كنلاحظوا بعض الناس ما عندوش هاد الخاصية، ماشي جاي لإرضاء الله تعالى وجه الله، ربما عنده مصلحة من المصالح، وهذه المصلحة أنه يكون مضطرا لزيارة العائلة، وكيكون أن ربما بيته هذا قريب من العائلة، فيضطر أنه يزوره، وربما لن يكلفه مبالغ أنه يقتني شقة مفروشة أو يقتني غرفة في فندق.
فكتكون مصلحة يعني المصلحة لا بأس بها، لكن نحقق ونجدد في أنفسنا ونصحح في أنفسنا أننا نريد بهذه الزيارة النية ديال صلة الرحيم وديال لقاء الأقارب وديال المحبة والمودة، ولا كانت المصلحة لا بأس بها. ثم كنلقاو المشكل الآخر أن بعض الناس ملي كيتزاوروا فيما بينهم ربما كيطول في الزيارة، كيطول في الزيارة. الزيارة هي مطلوبة في السنة النبوية الشريفة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا بأن الزيارة زيارة النبي ثلاث أيام، هذه هي الزيارة. لكن من أراد أن يزيد على ثلاث أيام فهو بالنسبة للمستقبل يعني كيعتبر صدقة، هي واجب عليك، واجب عليك أنك تستقبل العائلة والأحبة والمقربين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. يعني يجي عندك يعني ضيافة النبي ثلاث أيام، واجب عليك تفتح له الباب وتستقبله وتعامل معه معاملة حسنة وتكرمه. لكن فوق ثلاث أيام هي صدقة من الصدقات إلى ربي عز وجل فتح لك باب الرزق، وكانت خاطرك واسعة وكانوا مالين الدار موافقين والعائلة طيبة، لا بأس. اللي بغى يبقى عندك أسبوع ولا عشرة أيام ولا شهر لا بأس. كاين بعض الأحبة يحطون الرحال عند أقاربهم، وهنا باش تبقى العلاقة طيبة خاص ذاك الإنسان يعرف واش هذا المضيف واش هو مسرور ومرتاح بزيارة أم لا. إلا شعر بأنه غير مسرور وغير مرغوب فيه وأنه كيشكل ثقل عليه، هنا عليه أن يغادر، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. باش تكون العلاقة العائلية إيجابية وناجحة يعني كاين بعض الوصايا، من بينها أن الإنسان لا يكلف الآخر فوق طاقته. الناس اللي كانوا أيام زمان كان فيهم المحبة وكان فيهم المودة وكان فيهم انشراح الصدر، يعني يكون فينا هذه الصفة سواء المضيف أو الضيف، الضيف أو المضيف، يعني الضيف ما يتشرط ومول الدار ما يفرط. وكانوا الناس في أيام زمان كانوا عندهم واحد العادة طيبة، من بينها أنهم إذا زاروا العائلة ودازوا ثلاث أيام وبقى واحد المدة أسبوع لا أكثر من ذلك كان يساهم في النفقات حتى لا يكون ضيفا ثقيلا، أنه حتى هو كيساهم في النفقات، كيقول لهم اليوم الغداء عليا العشاء على بران تغداو جميع، كيتقدى كيساهم في النفقة. فكانوا الناس يوم هذه الصفة الطيبة بلا ما يقول هذا اللي يقول الآخر. ثم النساء ديال البيت، يعني الرجل عليه النفقة في السوق يتقدى ويجيب تقضية، والمرأة داخل البيت يعني مولاة الدار كتقهر، كتلقى دائما الكوزينة والمطبخ والنظافة والتقهر. فهنا كيكون المساهمة في أشغال البيت، يعني أن ديك العائلة اللي كتزورنا هذيك المرأة اللي جت مع راجلها وليدتها حتى هي كتقفض وكتنوض شقة وكتعاون مولاة الدار في الكوزينة وفي المطبخ وفي النظافة ديال البيت وفي أشغال المنزل كلها باش مبقاش تتقل عليها. ثم كنحاول ما امكن نتفادى الشخص العنيد، لان كاين بعض الاشخاص كتلقى عنيد ربما على اتفه الاسباب، ما غسلش رجليه، ما وضعش الكاس في محله، ما التلفاز الصوت مرتفع، كيقلب على شي حاجه باش ينفعل. هنا خصنا نتعلموا ان نسيطر على الانفعالات ديالنا وعلى الغضب ديالنا، لان الانسان شحال من واحد كيغضب وكيدير انفعالات ومن بعد يصدر عنه واحد الشيء اللي كيندم عليه فيما بعد. الامور كلها دايزه، نعتبر بان هذه المرحله العطله الصيفيه سواء كنت انت هو الضيف او كنت انت هو المضيف، اعتبر نفسك راك بحال واحد القطار غادي غيوصل لواحد المحطه غينزل. الناس اللي معاك إذا كانوا ظرفاء وكانوا طيبين راك تستمتع بهم وعندك الأجر والثواب، وإلا كانوا ثقلاء وكانوا أشداء ما تحزن ما تنفعل، يعني المحطة الجاية راه كل شيء غادي يوقف، كل شيء غادي ينزل، الوقت يمر بسرعة. ديما فكر هكذا مع الآخرين كأنك غادي في الطريق، طريق الحياة، وغادي في واحد المركبة ديال النقل، إما سيارة ولا تاكسي ولا قطار. يعني إذا كانوا معك الناس اللي هما طيبين فيهم اللطافة وفيهم المودة فأنت رابح، وغتمنى أنه ما تجيس المحطة المقبلة كتبغي تكمل معهم هذا اللقاء. وإذا كانوا لا قدر الله بتوليت بأناس تقلاء أو فيهم شدة أو واحد فيه العراق أو فيه ترترة،
فلا تقلق، لا تنفعل، ولا يصدر عنك شيء من الكلام ربما قد تندم عليه، لأن المحطة المقبلة كلنا غنزلوا وغتسالي المدة العطلة الصيفية وغادي يبقى الآثار الجميل. بغينا أيها الأحباب الكرام أننا الحياة ديالنا نرجعوها للزمن الجميل. الناس اللي قبل منا هذه واحد 30 سنة راه كانوا عايشين في واحد المتعة، عايشين في واحد النعيم، كان الرزق قليل وكان السكن ضيق، ولكن كان الخاطر واسع وكانت القلب كبيرة، ومرة تجي لعندي ومرة نجي لعندك، نتبادل فيما بيننا، مرة جي عندي توليداتك ومرحبا وألف مرحبا، نزلت فوق راسي، ومرة أخرى إذا كتب الله وجيت لعندك كذلك كتعاملني بالمثل، وكنكونوا كنوفروا، لأنه خصوصا الظرفية الراهنة ديال غلاء الأسعار وديال الأزمة الاقتصادية، ماشي كل الناس قادرين على أنهم يمشوا للفنادق أو يكتروا شقق مفروشة بثمن باهظ، ماشي كل العائلات. نعم مزيان الرواج الاقتصادي، مزيان الناس اللي كيبغي يعيشوا ويتمعشوا في هذا الصيف، ولكن ماشي كل الناس عندهم القدرة. هنا بغينا نحييو من جديد أيها الأحباب الكرام، نحييو في نفوسنا الزيارات العائلية، ولكننا غنفكروا بمنطق رابح رابح، بمنطق الاستثمار. أجوا معنا في عجالة نستحضر ما قاله سيد الخلق ومعلم البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ نسمعوا هذا الحديث النبوي الشريف ونعتبره يغنينا عن قواعد في علم النفس وعلم الاجتماع والفلسفة والفكر، يعني كلام النبوة يكفينا، قليل منه يكفينا. ماذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لاحظوا أيها الأحباب الكرام، هذا الحديث المختصر راه فيه واحد دواء وعلاج للأمراض ديالنا اليوم. ثلاث أمور ممكن أن نحقق بها التعاون والمحبة والمودة بين الناس، أمور ثلاثة أشياء بسيطة جدا. أولا هي إكرام الضيف، يعني اللي جا عندك حاول تكرمه، وحاول أنك لا تبخل، واللي عندك مخزونة خرجها يأكل ويشرب ويفرح ويسعد. والحاجة الثانية صلة الرحم، أننا نحقق بهذا الإكرام صلة الرحم فيما بيننا. ربنا عز وجل أوصى بها وقال بأن الرحيم مشتق من الرحمن، ورغم أن عند ضريبة ديالها وعند بعض تكاليف، ولكن اصبر واحتسب. والأمر الثالث قال فليقل خيرا أو ليصمت، يعني كنقولوا الكلمة الطيبة ملي غنجتمعوا مع العائلة ونجتمعوا مع الأحباب. راكين إبليس، وراكين إبليس كيمشي عند اللي هو عنيد فينا، اللي هو نفسه ضيقة وكيخلق التوتر وكيبدأ في النقد وكتعود الفوضى والخلافات والانزعاجات وكتفرق الشمل. نحافظوا على الكلمة الطيبة، فليقل خيرا أو ليصمت. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربط الذي يؤمن بالله واليوم الآخر أنه يكون فيها الصفات ثلاثة: أنه لا يقطع رحمه، وأنه يصلها، وأنه يكرم ضيفه، وأنه يحافظ على الكلمة الطيبة، إما يقول خير وإما يسكت. لا حاجة ما عجباتوش يسكت، راه مدة قليلة وكل شيء غيصوب بأمر الله تعالى. إذا فكرنا بمنطق الاستثمار وبمنطق الربح وبمنطق التجارة، ربنا يقول لنا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. الله تعالى يريد أن يتاجر معنا ويريد أن يعطينا الربح. علاش؟ لأن الناس كيبغيوا الربح، الناس كيبغيو الرزق، الناس كيبغيو التملك، الناس كيبغيو البقاء، عندهم الغريزه ديال حب البقاء. حنا عندنا غرائز داخليه، كل واحد فينا الا سولتيه تقول ليه واش بغيتي المال، بغيتي الرزق، يقول لك ايه بغيتو. بغيتي حب التملك، تكون عندك ممتلكات، بغيتها. بغيتي حب البقاء، تبقى عمرك طويل، يطول الله تعالى، ما يقبلش الله الروح ديال، ايه بغيتها. هاد الامور اللي بغاها الشخص ديالك، لا بغيتي ربي يطول لك العمر ويعطيك الرزق والتملك، ماذا عليك أن تفعل؟ يجيب مرشد ومعلم البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: من أحب أن يبسط له وينسأ له في أثره فليصل رحمه. اللي بغى ربي عز وجل يطول له العمر دياله
وزيده في الرزق، يعطيه البسطة في الرزق، المال الوفير، اش خصو يدير؟ يصل الرحيم. وقال أيضا من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. هذه توجيهات كثيرة من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الغاية منها ينبني واحد المجتمع فيه التكافل، فيه التراحم، فيه الزيارات، فيه الإنفاق. راه اللي انفقتيها ربي غادي يخلف عليك، والابتسامة والكلمة الطيبة والترحاب، والإنسان يكون فيه الإكرام، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والآخر اللي غادي يجي حتى هو يكون توا فيه واحد اللباقة، أنه لا يتدخل فيما لا يعنيه، ما يبقاش الرجل اللي دخل للدار يعرف بأن الدار فيها نساء، فيها حريم، أنه ما يبقاش يدخل كل مرة الكوزينة، يدخل الحمام، يمشي بلباس مكشوف، يغض البصر ديالو، يا ربي. هذه امور بسيطه هي اللي كتخلق النزاع. ثم بعد 3 ايام من الزياره والاكرام اللي غادي لنا الضيف، يعني خصنا نساهموا حنا، الا بقينا كنطولوا معاه نساهموا اننا نعطي، الا لا كان هو كريم وقال لك لا انت مرحبا بك على الدير بحال خويا، مرحبا بك، ربي غادي يفيض عليه الرزق. ولكن تكون فيك هذا الاكرام، وزيد تقدم من السوق وجيب كذا، والزوجه ديالك حتى هي تنوض مبكره وتنظف وتساهم في الطبخ، وتكون تخلقوا واحد الجو جميل، ونخلي وليداتنا وبنياتنا والحفاده ديالنا يجتمعوا، ونرجعوا الايام زمان. وفي المساء يعني كيكون السمر، كيكون السهر، كنجتمعوا بعضياتنا وكنحكيوا على ايام زمان، على برتتاي كما كانوا الاجداد ديالنا كيذكروا التاريخ ديالهم، وكيذكروا السيره ديالهم، والوليدات والحفاده كيسمعوا طالقين وديناتهم. اليوم للاسف كل واحد من ولادنا عنده الهاتف النقال او عنده التابلت، وعنده كيبحر في مواقع التواصل الاجتماعي والفيديوهات، وسد عليه بابه، كل واحد سد عليه بابه، لذا قلت البركه. راه المشكل اللي عندنا اليوم راه ماشي غلاء الاسعار، راه ماشي الازمه التداعيات ديال كورونا، راه ماشي الحرب ديال اوكرانيا مع روسيا، راه ماشي المضاربات اللي كيقوموا بها التجار الكبار. المشكل هو ان البركه قلت عندنا، راه ماشي التضخم الاقتصادي، ورغم هادشي كله راه واقع وكيحللوا الاقتصاديون، راه المشكل عندنا قلت البركه. لماذا قلت البركه؟ لان قلوبنا ما بقاتش في هذيك التراحم، وما بقاش في الاكرام، وما بقاش الانسان كيمد يده للخير، وما بقاش الانسان كيسامح، ما بقاش الانسان كيحاول يبدل صفحه باخرى ويبدا صفحه جديده. ولينا كنتحاسبوا بزاف، ولينا ضيقين في المعاملات ديالنا، فلهذا البركه ارتفعت. احنا بغينا هاد البركه نردوها، بغينا ان شاء الله تعالى البركه نردوها، واخا تبقى الازمه الاقتصاديه العالميه ما غنشعروش بها، واخا يكون غلاء الاسعار ما غاديش ندوها فيه، واخا يكون مشكل تضخم لا يهمنا في شيء، غادي تكون ان شاء الله الكوزينه عامره بالاطعام، وغتكون القصعه ديال الكسكسو، وغتكون الصينيه ديال الاتاي، وغيكون المسمن والشفنج، وغتكون العائله فرحانين، ولما يرفع الاذان نقوم للصلاه اجمعين، وفي المساء كنقراو شويه القران الكريم، ونجتمعوا على دراسة السيرة النبوية الشريفة، ونجتمعوا على التاريخ ديالنا وعلى وليداتنا وحبابنا، ونبدأ حياة جميلة. الحياة أيها الأحبة الكرام جميلة وجميلة وجميلة جدا، وسهلة 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 جدا، ولا تحتاج منا إلى الكثير من المعاناة، لكن المشكل فين كاين؟ في النفوس. ربنا عز وجل كيقول لنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. النفس ديالنا نخلوها متسعة، فيها الرحمة، فيها المودة، فيها الإكرام، فيها حب الخير، وهكذا سوف نرى الخير يعم علينا أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم، وأن يحفظنا وإياكم، وأن يفيض الرزق علينا وعليكم، وأن يجمع الشمل ويؤلف بين القلوب، وأن ينزع حد الشيطان من النفوس. ولكي نستفيد أكثر أيها الأحباب الكرام، سوف نفسح خطوطنا الهاتفية لنسمع آراءكم واقتراحاتكم حول العلاقات الأسرية والزيارات العائلية. ما رأيكم؟ وما هي ارتساماتكم؟ وما هي ربما بعض النصائح اللي غتقوموا بها؟ أرقامنا هي في مفتوحة في وجه الجميع كالعادة، 05 22 88 00 60، أو 61 أو 62، أو الرقم الهاتفي 05 22 46 72 50، أو 51 أو 52. ونبقى مع فاصل قصير ثم نعود لنواصل، ف
تبقوا معنا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عدنا إليكم مستمعي الأفاضل ويسعدنا أن نستقبل مكالماتكم، ونبدأ أول مكالمة من إقليم سيدي يحيى. معنا أخونا السي سعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا سي حاج، كداية؟ حياك الله مولاي، بارك الله فيكم. عندي سؤال في الهجرة، ممكن؟ أي، مرحبا مرحبا. سي قريب، أنا إحنا لما كنعرفوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان بإمكانه مثلا يمشي فرمشة عين للمدينة. نعم سيدي، إيه؟ كما وقع في الإسراء. نعم سيدي، إيه؟ بغينا نعرف على المغزى من ديك المشقة، يمشي مثلا جبل النور فيه خطر مثلا، مثلا يمشي 500 كيلومتر ولا 500 ميل، يمكن 500 ميل وقيل للمدينة. أي تقريبا 500 ميل كل. نعم، يعني بغينا نعرف على شنو المغزى من هالمشقة، هذا هو السؤال ديالي. شكرا لك سي سعيد، شكرا لك مولاي، بارك الله فيك وجزاك الله ألف خير. طبعا بالأمس كان موضوعنا في البرنامج هو الهجرة النبوية الشريفة، نستحضر دلالاتها المتجددة في نفوسنا، ونسأل الله تعالى أن يهل هذه السنة الهجرية الجديدة على الجميع بالرحمة والمغفرة والتواب والصلاح واليمن والأمان والسلم والسلام. سي سعيد، النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ربنا عز وجل بإمكانه أن يعطي أي قدرة. ياما جبريل خير النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه قدرات مذهلة. مرة قال له يا محمد، إن أردت أن يجعل لك الله تعالى جبال مكة وتهامة كلها ذهبا وفضة ومرجان تنفق كيف تشاء، أتريد يا محمد أن نجعل كل الجبال لك ذهب وفضة؟ قال لا. قال قل لربي إنني أريد أن أشبع يوما فأشكر وأجوع يوما فأصبر. يعني سيدنا النبي بغى يبقى في السنن النبوية لأنه معلم. إذا كان سيدنا النبي غادي يختار دائما المعجزات والخوارق، يعني كيف سوف يعلمنا الصبر ويعلمنا الأخذ بالأسباب ويعلمنا أننا نخطط ونبرمج؟ ومن يدرس السيرة النبوية الشريفة غادي يلقى كل هكذا، ماشي مجرد الرحلة ديال الهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة استغرقت 17 يوما في المسالك الوعرة. كان سيدنا النبي يختفي بالنهار وكان يسير بالليل، وكان رأسه شبه عريان، يعني الشمس الحارة والطعام قليل والزاد نادر والماء شحيح. ربنا عز وجل أراد أن يعلمنا الصبر والاحتساب والأخذ بالأسباب. حتى في المعارك، لما ندرس المعارك غزوة بدر مثلا أو أي غزوة من الغزوات، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الأسباب وكان يعد العدة وكان يضع المخطط ليعلمنا نحن المكلفين من أتباع لا إله إلا الله محمد رسول الله أن الأشياء تؤخذ بأسبابها وتؤخذ بعللها. ربنا سبحانه وتعالى علمنا لما خلق السماوات والأرض كان بإمكاني أن يخلقها بكن فيكون، ولكن خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. لماذا خلق ربنا السماوات والأرض في ستة أيام؟ وطبعا ستة أيام اليوم عند الله ماشي 24 ساعة، احنا اللي عندنا فوق الكوكب الأرضي اليوم 24 ساعة. إذا مشينا للمريخ أو عطارد أو أي مجرة من المجرات غيتغير المعايير. اليوم عند الله تعالى كألف سنة مما تعدون، ويوم القيامة كخمسين ألف سنة. كان بإمكاني أن يخلق هذه الأراضي والسماوات والكون بكون فيكون، لكن لماذا خلق في ستة أيام؟ ليعلمنا الأخذ بالأسباب، أننا كل حاجة بغنا نديرها لابد أن تتعب وتفكر وتدبر لكي تشعر بطعمها. فسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما بعثه الله تعالى معلما للبشر.
ولهذا ينبغي أن يأكل مثل ما يأكل البشر ويمشي في الأسواق، وأنه يتعامل مع السنن الكونية. فصلوات ربي وسلامه عليه، نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجعلنا بسنته المطهرة من المتمسكين وعلى هديه من السالكين. اللهم آمين، اللهم آمين. شكر الله لك أخي سعيد، وبارك الله فيك وفي علمك، وزادك الله فتحا مبينا. نتحول أيها الأحباب الكرام إلى الرباط، معنا السي خالد. السلام عليكم عمي الحاج قريبا، كرك داير لاباس عليك؟ صافا مليح. وعليكم السلام، حياك الله. ولكن انا خالد وهبي موجدة، لا تعقل عليا عمي الحاج. اي عقلت عليك السي خالد، عقلت عليك، تحية اليك. وانا موجدة اسمك الرجل الطيب بعد سنة هجرية سعيدة بالصحة والراحة، وحاج مبارك عليك الصحة والراحة. وصل عمر عمي الحاج، كيفك داير لاباس عليك؟ صافا مزيان. نحمد الله تعالى ونشكره، الحمد لله. نعمة الإيمان هي أكبر نعمة، يا رب لا تحرمنا منها. الحمد لله، الحمد لله. أنا جيت عندك اليوم عاود لهم، قلت أنا دعي معايا السداد والتوفيق، ودعي مع الوالدة نتاعي والأخت نتاعي الصغيرة اللي في الرباط لغنى ووليدتها، وشي حاجة تكون مزيانة لا هي لا الزوج نتاعها خويا السي محمد، والابن الصغير غالي بغيو له السداد والنجاح وريتها الصغيرة. وحاجة اللي جيت عليها هي الوالدة ديالي، بغيت دعمها راه هي أنا واحد شوية مسكينة، راك عارف مع الكبار. أيه أنا مسكينة راها كتعاني معايا، خصوصا أنا عارفني عندها احتياجات خاصة، يعني واحد العناية شوية فائقة، راك عارف فين ما مشات تكون، فين ما مشيت تكون معايا. لهذا أنا بغيت تعطيها واحد الدعاء يكون مانع. والحاجة اللي جيت عليها، أنا ديما كنحلم، باغي نحلم سيد النبي صلى الله عليه وسلم، بغيت تعطيني الخطوة اللي نديرها أنا، حافظ ما تيسير من القرآن الكريم. أعطيني بعض الأدعية وبعض الصور القرآنية وبعض الآيات اللي باغي نوصل الأمنية ديالي، لحقاش أنا عارف راسي أنا مداوي الاحتياج الخاصة ذاك المقام، نقدر ما نوصلوش ما إن شاء الله توصلوا بإذن الله، لحقاش ذاك الشيء صعيب، لأن تتابع المستحيلات. قلت أنا غادي ندير واحد الحاجة نقدر نحلم به ونشوفه في المنام ديالي، هذه هي الأمنية دي. أنا ما باغي حتى شي حاجة، العطاء نعم الله سبحانه وتعالى. ونعاود ندير ديما كنجيو كنقول داوي الاحتياجات الخاصة، القدرات الخاصة، حاجة وحدة اللي كتطلب منها الدولة السديدة وتحمل المسؤولية. الدولة الوحيدة اللي ما دايرش واحد الراتب شهري للمكفوفين هي المغرب. أنا كنتواصل مع الناس في ليبيا، تونس، موريتانيا، الجزائر، مصر، لبنان، السودان، عندهم راتب شهري. فلا يخفى عليك عمي الحاج قريبان، حنا رحنا كنعانيو في هذا المغرب، هو المغرب ديالنا، نؤمن بشعار الله الوطن الملك، وفين حنا؟ فين حنا من هذا الشيء؟ إذن أنا بغيت هذه الرسالة توصل لسيدنا والآخر عزيز أخ نوشته، هو ديروا لنا واحد المبادرة، واحد الراتب شهري باش يعيشوا به هاد المكوفين والمكوفات. مازال المكوفين الدراري راهم كيدبروا على رواح، والبنات مساكن فين بقاو؟ معانا بنات كنعرفوهم في 40 50 55 كالوالدين كيتوفى، وكتبقى مسكينة عرضة للضياع، خواتها كيتزوجوا، خوتها يتزوجوا، كتبقى مسكينة الله كريم. ايوا فين من هاد الشيء عمي الحاج كريبا؟ اذا الدولة خصها تتكلف. حنا راضيين بحال دابا، انا سيليباتير نتاع روحي، عطوني غير 1000 درهم ولا 1000، اللي مزوجين ديروا لهم واحد 2000 درهم ولا 2500، حيا ذاك راه مزوج. حنا متسامحين، وهذوك البنات مسكينة من غادي يكون عندها واحد الراتب اللي هو واحد 1200 درهم ولا 1300 غادي تعيش به. معايا بنات كنعرفهم، قلت لك اخويا خالد السطر نتاع الحليب ب 4 دراهم ما عنديش باش نشريه، فما بالك بالحوايج الاخرين. لا لا لا، الكسوة هي التالية، ما كتلبسش كسوة حتى كيعطيوها الناس، ولا شي خالتها ولا عمتها حتى كتقنع منها وتعطيها لها. البنت مسكينة مكفوفة، ما غاديش تقدر دير جلابة ب 300 درهم ولا 400 درهم. أنا براسي السروال كيبقى عندي عامين 3 سنين، حتى كيتقطع ونعاود نصابو ويتقطع وغادي هكذاك، ولكن ما كنرضاوش نقولوا عطيني هذيك، عطيني كتجينا قاصحة بزاف. جاش مكوفين عندهم الفلوس في المناسبات، العاشورة، العيد الصغير، العيد الكبير، هادشي اللي كاين يتفكروا من الناس. بالك عمي الحاج، انا كنعرف اخوان اخوات كتوريه 200 درهم بحال اللي راك فتحت له باب من ابواب لا اله الا الله، لان هادشي راه صعيب. والاغلبيه منهم انا ما بقيتش باغي نشوف خوتي المكوفين، من كنخرج تلقاه مسكين قاعد حدا باب الجامع، ولا كيدور حدا الشركات، ولا حدا المقاهي، حشوم حشومه عيب وعار. اذا هذا نداء، وبغيتو انا ديما كنجي هنا
كنهضرش على روحي كنهضر على الجميع. فما بالك انا ملي درت واحد الاحصائيه راني لقيت 5 مليون من ذوي الاحتياجات الخاصه فيهم المونغوليا المعاقين المكفوفين اللي ما كيسمعوش اللي ما كيتمشاوش. ايوا فين حنا من هالشيء؟ اذا الدوله خاصها تكلف 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 ما بقيناش باغيين نمدوا يدينا. راه حشومه يعيا اللي يعطي ما يعياش اللي يشد. شحال قدر يعطيك دائما يعطيك يعطيك يجي واحد النهار غادي تدور عليه دائره الزمن ما غاديش يقدر يعطيك. هاد المحسنين هادو اللي كاينين في المغرب ولا تخرج غادي حتى هو عنده ظروف قاهره غادي تقيسو ما غاديش نبقى. حنا بغينا يكون عندنا واحد الراتب ديالنا مضمون 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 يعني حتى حنا لاقاش حنا قلت لك انا جزء من هذا الله الوطن الملك. ايوا ديروا معنا البال راه عندنا مصادر في البلاد كبيره وكبيره وبزاف. ايوا حتى هاد المكفوفين راهم كيامنوا بهذا الشعار ان شاء الله. سي خالد حنا نتفاتحوا في هاد الدنيا عمي الحاج وانا راني عارفك انت عندك معارف كذا بغينا هاد الرساله نتاعنا توصل. ما بقيناش باغيين نمدوا يدينا لعباد الله راه حشومه عيب وعار. شكرا الى اللقاء بالصدق والوفاء عمي الحاج قريبا الى اللقاء. شكرا سيدي خليل شكرا لك وانا معك في هذه المعاناة اللي كيعانوا منها هؤلاء الفئات من ابناء المجتمع اللي هما خوتنا وحبابنا والاقارب ديالنا وكنتواصلوا معهم باستمرار وكنحسوا عن قرب بالمعاناة ديالهم. كلام كله صواب. هو كنا كنتكلموا على الزيارات العائلية هاد الحالات التكافل من اين يبدا؟ يبدا اولا كيبدا من العلاقات العائليه. يعني كل واحد من ذوي الاحتياجات الخاصه المفروض ان الوسط العائلي يكون فيه تضامن وتكافل. كنت كنعرف بعض العائلات كيديروا صندوق وكيجمعوا فيه داكشي اللي قسم لهم الله تعالى واي واحد يعني زلت قدمه او قل عمله او ضعف رزقه كيعطوه من ذاك الصندوق. ما يسمى بالتكافل العائلي وسط العائله وسط الاسره يعني العمام والعمات والخوال والخالات كيجتمعوا. بعض العائلات اللي واحد 30 سنة تقريبا في المغرب انا حضرت لها كثير كانوا كيجتمعوا من الجمعة هو التجمع العائلي وكياكلوا القصعة ديال الكسكس فيما بينهم وكيصلوا الجمعة في اقرب مسجد ومرة كيجتمعوا عندي انا ومرة عند الاخر ومرة عند الاخر كيجتمعوا هكذا. وكل جمعة عطينا واحد الصندوق وداك الصندوق كيوضعوا فيه كل واحد بلا حساب بلا ما يقول شحال يعني كيجي اللي قسم لي الله كيوضع في الصندوق. هذاك الصندوق هو كيتسمى التكافل العائلي وسط العائله. انا حضرت لهذا الشيء وانا طفل صغير كنت كنشوفه كثير في المجتمع في المدينه العتيقه في الاحياء الشعبيه. عشت مع العائله شفت هذا الشيء هذا وكان اي واحد قل ماله او عنده عمليه جراحيه او عنده الكرى او عنده شيء ضائقه ماليه كيعطوه من داك الصندوق وما كيحسبوش ملي كيوضعوا ديك البركه ما كيقولهاش وما يحسبهاش وملي كيعطيو عاوتاني ما كيحسبوش. ديك الصندوق كيبقى فيه البركه كيبقى تدور ديك البركه فيما بينهم. هذا التجمع العائلي هذا هو بغينا نرجعوا ليه بالعائلات والحباب اننا نجتمعوا على الاقل مره خصوصا كما كانوا الجيل اللي قبل منا كل جمعه كياكلوا كسكسو وكيجتمعوا عند واحد اليوم عند هذا الاسبوع المقبل عند الاخر الاسبوع الاخر وذاك الصندوق كنديروا فيه البركه كنقول يا ربي بارك فيه كنقراوا عليه ايه الكرسي كنقراوا عليه الايات على الانفاق. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت 7 سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وكنت كنشوف كنعقل انا صغير هذه واحد 30 40 سنه كانوا داك الصندوق يوضعوه وكيغطيوه بواحد ثوب خضر والكبير ديال العائله عنده الساروت ملي كيبغيو يوضعوا داك البركه كل واحد كيخشي في جيبو وكيوضع قليل او كثير حتى واحد ما يعرف داك الشيء كيكون مستور وكيقرا عليه هذاك الكبير ديال العائله هاد الايات. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. كيقراها 7 مرات ومن بعد أي واحد احتاج يعطوه من ذاك الصندوق. وسبحان الله العظيم كانت فيه الخير والبركة. الناس كان عقلنا صغير اللي بغى يتزوج باقي شاب صغير كيتزوج يدور العرس من ذاك الصندوق. اللي بغى يكري او بغى يشري كيتعاونوا معاه من داك الصندوق. اللي مرض كيتعاونوا معاه من داك الصندوق. وكانت واحد الطبيعه جميله ايام زمان. فاول المحطات ديال التعاون هو التكافل العائلي. المحطه الثانيه هو المجتمع ديالنا خصو يبقى حي
أصلا يبقوا دائما ذكروا المجتمع هو القلب النابض، يبقى دائما تراحم، تراحم بين الناس، ماشي غير فقط في عاشوراء كيكون الزكوات أو في عيد الأضحى المبارك أو في رمضان لكي تكون المساعدة. جميل أن الإنسان ديك المساعدة اللي عنده يقسمها على طول السنة، لأن ويكون من غير الزكاة، من غير الزكاة الناس كيعطيو مما أعطاهم الله، يوسعوا بعضهم على بعض، يعني الطعام والشراب واللباس والتداوي، هذه الأمور الضرورية الإنسان كيعطي منها. حتى قال الإمام مالك رحمه الله: إذا لم تنفع أموال الزكاة ولم تكفي الناس نعطيهم مما أعطانا الله، نعطيهم. كيكون تجمع العائلي وكيكون تعاون وسط المجتمع. ثم المرحلة الثالثة المهمة هي الأسرة. الأسرة أن الحكومة، الحكومة لابد أنها تقوم بواحد الدور. الحكومة لابد أنك تجمع الأسرة ديالنا كامل، هي الأسرة الكبيرة للمجتمع، ولابد أنها تسن قوانين إن شاء الله وإجراءات تكون في صالح المجتمع وفي صالح هؤلاء الشباب اللي هم في وضعية صعبة. ضروري ومؤكد أننا إن شاء الله في القريب العاجل أظن بأن المسار يسير في هذا الاتجاه، لأن الدولة الاجتماعية كما أرادها صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه، والتدابير اللي غادية بالحكومة إن شاء الله كنتمنوا إن شاء الله تعالى قبل نهاية الولاية ديالها تكون خرجت بقوانين اللي تكون مشرفة لصالح هذه الفئات الضعيفة والمحتاجة. كنشكرك أسي خالد، وأسأل الله تعالى أن يكرمك وأهلك بالصحة والعافية وتمام العافية، ويحفظ الوالدة ويحفظ الأخت ديالك والزوج ديالها ويحفظ جميع أفراد الأسرة، ويكرمكم الله سبحانه وتعالى بواحد الزيارة إلى البقاع المقدسة، إلى زيارة المدينة المنورة للسلام والصلاة على سيدنا رسول الله ولمكة المكرمة فضلا من الله وإكرامه. شكر الله لكم وحفظكم الله ورعاكم الله. وأحسن طريقة السي خالد باش تشوف سيدنا النبي في المنام أو تزوره هي أنك تكثر من الصلاة عليه، تكثر من الصلاة والسلام عليه خصوصا يوم الجمعة، وأيضا أن تقرأ سورة محمد، تقرأ القرآن الكريم بالليل سورة محمد، ولما تنتهي منها تدعو الله أن يكرمك برؤيته، وإن شاء الله يكرمك الله عز وجل برؤية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا يفيض عليك من الأرزاق والبركات، إنه سميع قريب مجيب. ونواصل أيها الأحباب الكرام ونتحول إلى أكادير مع لالة الشريفة. ألو ألو، السلام عليكم. ألو، وعليكم السلام الحاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك. الله يسلمكم. عندي بعض الأسئلة. المهم دابا في إن شاء الله شي دابا أسبوعين يلتحق أبي بالرفيق الأعلى رحمه الله. إن لله وإن إليه راجعون. عظم الله أجركم لله، عظم الله أجركم ونعم بالله. الفرق كان صعيب، لا إله إلا الله، لأننا ما لا إله إلا الله. الحمد لله على كل حال. غير هي سبحان الله العظيم وقعت لي واحد الحاجة وبغيت نتفسر كي لجات على خاطركم. مرحبا. هو كان دخل المستشفى غير ليلة، ملي وصلت الوحدة ونص الصباح عيطوا لينا على أساس أنه توفى. ألو، ملي مشينا حنايا للمستشفى خرجت عندنا الطبيبة لا يعني باتريس قالت لينا راه باقا فيه، راه باقي القلب ما سكتش، ولكن هو تحبس عند التنفس. الله أكبر. ومن طبيعة الحال ملي دخلنا لقيناه باقي سخون شوية كيتهز، وباقي عنده واحد العريق كيضرب في عنقه. المهم عرفتي البكاء وهذا لأن فيه الأب وفيه الأم رحمه الله. ربي فقهنا، جبت القرآن كنقرأ عليه سورة ياسين، شوية تلعتمت عليها ليك سورة الملك سبحان الله العظيم. بقيت كنشوف في القلب، حنا كنقرا ونبضت القلب كيهبطو سبحان الله العظيم. ملي ختمت سورة الملك يعني القلب توقف. انا كنت غير باش نبرد، واش هذيك اللحظة فاش دخلت انا وهزيت له صبعه وكنهش له في ودنه وكنشهد له وكنهلل وكنقول لا اله الا الله وقريت القران، واش هو في هذيك اللحظه بالضبط كان حاس بينا؟ لان سبحان الله العظيم هما قالوا لينا انه بالولا مات، ولكن ملي مشينا قالوا لينا راه القلب ما سكتش، يعني بقى اخر عضو عند الاب ديالي كيضرب سبحان الله العظيم هو القلب. هذا هو السؤال الاول. بغيت نعرف ديك الساعه باش نبرد واش كان كيسمعني ملي كنا كنترحموا ليه، هذا السؤال الاول. السؤال الثاني هو انني عرفت بان الاب ديالي كان فطر مسكين 3 ايام في رمضان، ولكن ما عرفناش واش خرج ولا لا، وما دابا ما رجعهمش. انا متاكده بان الو غير بغيت نخرج عليه شحال، واش نعطيها لشخص واحد ولا نعطيها متفرقه باذن الله؟ نعم لله،
نعم لاله شريفه، شكرا على السؤال لانني متحرقه وبغيت نعرف اش وقع في ديك اللحظه بالضبط ملي كنت كنقرا عليه. لا اله الا الله، إن لله وإنا إليه راجعون. الله يسكن الصبر لاله شريفة، لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده مقدار. إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن وإن لا نقول إلا ما يرضي الله. الوالد ديالك لاله شريفة هو انتقل إلى الرفيق الأعلى بأجله. احنا عندنا كلنا أجل، والأجل أول ما يكتبه الله تعالى لنا جميعا لما نكون أجلنا في بطون أمهاتنا. قال صلى الله عليه وسلم بأن الجنين لما يكون في بطن أمه يبعث الله إليه ملكان فينفخان فيه الروح ويؤمران بكتابة أربع كلمات: أجله ورزقه وشقي أو سعيد. الأجل هو أول ما يكتب من اللي كيتولد الإنسان، كيكتب لي الله تعالى متى سوف يغادر. فالإنسان هو يموت بأجله، الأجل محدد عند الله بالدقيقة والثانية. اللحظة فاش كان الوالد ديالك يطبب، أنتم درتوا الواجب اللي عليكم أنكم أدخلتوا المصحة ودرتوا أسباب العلاج، هذه رحمة وهذه بركة وهذا أجر وثواب. هو الإنسان علامة الموت كل الموت الطبي عن طريق الأجهزة الطبية الإلكترونية، كتسجل نبضات القلب والدوران ديال كذا ديال التنفس وغيرها، لكن اللي معروف هو أنك يبقى القلب واحد 12 ثانية كيبقى من بعد، لان بحال الفرفاره، الفرفاره ديال البرد اللي كتب شغلها كتكون كدور كدور كدور، واخا تحيد البريز ما بقاش فيها الروح ولكن كتبقى الدور مازال. القلب كيبقى مازال بعد خروج الروح كيبقى مازال كيبقى يضرب ضربات معينه. لكن العلامه ديال الموت هي ان الجثه كتعود بارده، كتشعر بانها ولات بارده كلاصي. مادام الوالد ديالك مازال باقي سخون يعني انه راه مازال الروح كتمشي وكتجي، لأن الروح ما كتخرج دفعة واحدة. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، ملي غتخرج الروح وجاء عنده ملك الموت ودخل عليه غرفته في بيت أمنا عائشة رضي الله عنها، قال لي: السلام عليك يا رسول الله. قال لي: وعليك السلام يا ملك الموت. قال لي: هل جئت زائرا أم جئت قابضا؟ كيتكلم، وسيدنا النبي كان مريض وكانت فيه الحمى الشديدة. أيام زماننا كانت هناك مصحات، كان يطبب في بيت أمنا عائشة، وكان يصب عليه قربتين من الماء البارد كل مرة، وكان هزيل لا يستطيع أن يقوم للصلاة، يتهادى بين رجلين وهو مريض والعرق يتصبب، وأمنا عائشة كتمسح لي العرق. يعني ما زال عنده الإدراك، الميت قبل ما يتوفى الإنسان المحتضر ما زال الإدراك حاضر. قال لي: هل جئت زائرا أم جئت قابضا؟ قال لي: أنا كل ما آتيه آتيه قابضا، إلا أنت يا رسول الله جئتك مخيرا بين أن تنتقل إلى الرفيق الأعلى وبين أن يمد الله لك في العمر. فآخر كلمة نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم قال: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. ديك اللحظة غدخل البنية ديالو فاطمة رضي الله عنها، غدخل وغتشوف سيدنا النبي كأنه توفي، وغتقول: واكرب أبتاه، واكرب أبتاه، بقات تبكي. فرد الله تعالى الروح الطاهرة إلى الجسد. هنا بيت القصيد عندنا. الوالد ديالك ملي انتم دخلتوا، لعل الله سبحانه وتعالى ديك الروح كتمشيك وتعاود ترجع، رجعت الروح باش تسمع وتودع وتسمع الكلمات الطيبة، كتسمع كلمة لا إله إلا الله، كتسمع الدعوات، كتسمع القرآن، كتبغي تدي في ودنها شي حاجة من ذكر الله. راه الإنسان ملي كيبغي يموت أعز ما كيبغي هو يسمع كلام الذكر في أذنه. حنا كنستحضروا في 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 فرنسا، فيلسوف فرنسا أو عقل فرنسا اللي هو جون بول سارتر، كان وجوديا وكان لا يؤمن بالله وكان ملحد، لكنه لما كان يحتضر قال لزوجته: ائتوني بقسيس يقرأ علي صلوات الندم. قالوا لي التلاميذ ديالو: يا جون، هو جون بول سارتر كان ملحد، كان زعيم الوجودية. قالوا لي: انت كتعلمنا هذه 40 عام كتعلمنا الإلحاد وعدم الإيمان بالخرافات تاع الأديان. قال لهم: إن استطعت أن أخدع الناس كلهم فلن أستطيع أن أخدع نفسي، ائتوني بقسيس يقرأ علي صلوات الندم. إنسان اللي كيبغي توفى ديك اللحظة الله تعالى كيكشف ليه: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. المؤمنون راه ديك اللحظة ربي كيكشف لهم الستار ديال الغيب ويرى مقامه في الجنة، وكيشوف المبشرات،
كاين اللي كيشوف الوالدين ديالو، كاين اللي كيشوف اصحابه واصدقائه. كان الشيخ الشعراوي متولي الشعراوي رحمه الله، اللحظه ديال الاحتضار مشات الروح وعاود رجعت، هو ينوض عينيه ولاو فيكس، ولاو كيشوفوا واحد الجهه ويقول السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. راى النبي الكريم جاءه عند الاحتضار، جاءه وقال السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. فلعل الوالد ديالك ملي شافك جيتي دخلتي عنده ومادام الدم ديالو باقي سخون، معنى انه لم يفارق الحياه كلية. هذاك الكلمات اللي قلتيها وديك الدعوات اللي قريتيها راها ان شاء الله غيديها في ودنيه، ولا داها في ودنيه راه مباشره الى الجنه، لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا ان من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه على ما كان عليه من عمل، يكون اخر كلامه لا اله الا الله. فاذا تعذر ان يقولها كنسمعوها لي في ودنه، كنقول المحتضر قل لا اله الا الله، قل لا اله الا الله. فاذا قالها في نفسه ان شاء الله يكون من اهل الجنه. نسال الله تعالى ان يرحمه رحمه واسعه، نسال الله تعالى ان يسكنه فسيح الجنات وان يجعله في الفردوس الاعلى. ولله شريفة بالنسبه للايام ديال رمضان اللي بقت في الذمه ديال الوالد، فانتم مخيرون مخيرون، اما الورثة ديالو يصومون عنه ديك ثلاث ايام نقسموها بعضياتنا، كل واحد يصوم نهار، او واحد فينا يصوم ثلاث ايام، هذا الخيار الاول نؤدي عنه بالصيام، واما نؤدي عنه بالفدية، اننا نخرج عليه الفدية. الفدية هي تقريبا 20 درهم عن كل يوم، اقلها 20 درهم في اليوم، نعطيها لفقير واحد او نقسم كل يوم على فقير، انتم بالخيار كيف ما درتوا بحال بحال. ذاك المبلغ نعطوه الفقير واحد او نقسمه ثلاث فقراء، ولكم عوض الفديه انكم تصوموا انتم الورثه ديالو، وليداتو يصوموا عليه ديك ثلاث ايام، ولا تنسوه من الدعاء الصالح. نسال الله تعالى ان يرحم جميع امواتنا واموات المسلمين، وان يلحقنا بهم مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين، وان يجعل اخر انفاسنا من الدنيا. لا اله الا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. نواصل أيها الأحباب الكرام، نواصل هذا اللقاء، اللحظة نتحول من أكادير إلى مكناس. معنا السي علي. السلام عليكم الحاج قريبان. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نهار كبير هذا الحاج، من درت معك البارح الصراحة جوج ديال المرات نقطع عليه الخط فيها خير، واليوم ربي يوفقني وأنا شارك معك إن شاء الله. يا مرحبا يا مرحبا، الله يعشر الخطوات ديالك مولاي. الله يكبر بك الحاج. انا بغيت نشكرك بزاف 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 الحاج، انا والام ديالي والعائله ديالي الصغيره كنتسنتو لك من اواخر 2015. كان ديك الساعه الام ديالي كانت مازال لابسه البيض على الاب ديالي الله يرحمه، وكنا كنمر واحد الضائقه، وانا كنت ديك الساعه باقي صغير يلاه عندي شي 12 ولا 13 سنه، وكان عندي واحد الراديو صغير كنت كنقلب وانا نتصادف مع اذاعه ميد راديو. اول برنامج كنسمعو في ميد راديو، اول مره نسمع الاذاعه هي البرنامج ديالك، وباقي عقلي كنت كنتصنت، والام ديالي كانت جالسه حدايا وهي تقول لي يلاه يا ولدي جهد داك الراديو نسمع هاد قالت لي بحال هكا، قالت لي هاد الفقي شنو كيقول، عجبها الكلام ديالك الطيب وعجبها الكلام ديالك كيفاش كتهضر وكيفاش كتعبر على قولة الله اكبر. وبغيت نطمن لك الحاج غير الا جات على خاطرك. اي مرحبا. شرح لينا الا جات على خاطرك من بعد الاذان ان شاء الله ولا غدا ان شاء الله في الصباح اذا كان الوقت. أيه. صلاه التسابيح كيفاش الطريقه ديالها وكيفاش نصليوها بالطريقه الصحيحه وشنو الاجر ديالها. ولا سمحتي الحاج بغيت نستغل هذه الفرصه هذه وفي هذه الوقيته ديال الاذان قبل رفع الاذان في مدينه الدار البيضاء ان شاء الله ترفع الاكف ديالك وتدعي معنا الحاج. راه البارح درت لنا واحد الدعوه وجاب ربي الرزق على هذا الصباح هذا الحاج. لا اله الا الله. ديال المستمعين مقبول، وبغيتك دير لنا واحد الدعوه ان شاء الله بتخريج الكراب وبالهموم. هي الام ديالي تهضر معك وتقراك ان شاء الله خواتم سوره البقره. مرحبا مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا. الو السلام عليكم. السلام الشريفه. السلام الحاجه رحمه الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك الشريفه، حياك الله لله. نهار كبير هذا، نهار كبير اللهم لك الحمد، الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا طيب الحمد لله اللهم لك الحمد. اكرمك الله الشريفه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد. انا ما قدرتش اللهم
اللهم لك الحمد لا اله الا الله محمد رسول الله. يرحم المرحوم الله يرحم المرحوم الله يوسع لي الرحمات امين سيدي دعي معنا الله يرحم لك الوالدين خليك وليدات دعي معنا يا الحاج محتاجين الدعوه ديالك يا رب يا رب يا كريم ود الاذان يا رحمن يا رحيم امين امين رانا الاذان الله اكبر كبير الله وشوف الحاجه نقول لك خواتي البقره انا غير حاربت الاميه في المسجد وصافي قبل عليا صافي اي لا نتبركوا بك لا تفضلي تفضلي الله يرحم لك الوالدين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله مولانا العظيم شكرا صدق الله العظيم بارك الله فيك شكرا لك وهنيئا لك وتقبل الله منكم حفظك الله ورعاك الله لنا امين الحاج دائما انا محتاجه الدعوه ديالك الله يسر لك امورك الله يحفظك الشريف الله يحفظك لله ويحفظك الله يسهل لك امورك الله يخليك وليداتك بارك الله فيك تبارك الله كسيدي علي تبارك الله عليك مولاي تبارك الله عليك الحاج الله يجازيك بخير الله يخليك وليداتك ودير لنا واحد الدعوه الخير وجميع المستمعين يامنوا ولك الخير والجزاء والله يجازيك بخير يا رحمن يا رحيم سيدي علي الله يفرج عليكم ويرحم الوالد ويوسع عليه الرحمات ويسكنه فسيح الجنات ويطرح البركه في الوالده ويطول لها العمر ويزكي لها العمل والله يفرج عليكم الهموم وينفس عليكم الكروب ويقضي لكم الحوائج ويجعل هذه الساعه اخر احزانكم وهمومكم وبعدها ان شاء الله تجي البركات والفتوحات والكرامات والامدادات من عند الرحمن جل علا حفظكم الله ورعاكم الله وان شاء الله بعد صلاه العشاء ان شاء الله تعالى ساعلق على الوالده وأجيبك على سؤالك سيدي علي من مكناس واللحظة أيها الأحباب الكرام حان وقت آذان صلاة العشاء حسب توقيت الدار البيضاء والنواحي نرفع الآذان نقوم للصلاة ثم نعود لنواصل تقبل الله من الجميع مازال الوقت ديال الاذان لحظات ان شاء الله ويرفع بالدار البيضاء وكنقول للشريفه ديالنا اللي قرات لنا هذه الايات البينات من الذكر الحكيم هذه الايات هي ايات خواتيم البقره ربنا سبحانه وتعالى انزلها على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الاسراء والمعراج أنزل عليه هذه الآيات البينات وجعلها الله سبحانه وتعالى هذه الآيات هي خواتيم البقرة من اللي إن شاء الله تعالى نصلي العشاء خاصنا لابد أننا نصلي ركعتين بخواتيم البقرة قال صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة ثم صلى ركعتين بخواتيم البقرة كفتاه يعني كفتاه قيام الليل كفته قيام الليل ودابا الشريفة ديالنا أم علي ربي سبحانه وتعالى أكرمها بأنها درست في محاربة الأمية واستطاعت أن تحفظ القرآن العظيم على كبر فالمرأة لما يتوفى زوجها في الغالب المرأة اللي كتوفى زوجها كان واحد اكتئاب أنواع الاكتئاب بعد فقدان الزوج شحال ديال النساء ملي كتلبس الأبيض كتصاب بالاكتئاب لما كتفقد الزوج ديالها وأنيسها في الحياة وكتصاب واحد الاكتئاب خاص يعني الاكتئاب انواع كاين الاكتئاب ديال الطفوله الاكتئاب ديال المراهقه الاكتئاب ديال عدم النجاح الاكتئاب ديال الخساره الماليه الاكتئاب العاطفي فشل عاطفي لكن من انواع الاكتئاب المراه لما تفقد زوجها وكتلبس الابيض وكتبقى تفكر الزوج ديالها احسن طريقه للخروج من هذا الاكتئاب هي انك تعمر وقتها بالذكر وتلاوه القران فأم علي دخلت المحاربة الأمية وبدأت تحفظ القرآن الكريم وكيف سمعتها تبارك الله ما شاء الله استطاعت
أنها تحفظ هذه الآيات البينات من كلام الله عز وجل وفيها أجر وثواب. هذه الآيات إنسان كل إلى قدر أنه كل يوم بعد صلاة العشاء يصلي بها ركعتين عنده أجر وثواب. أما عن صلاة التسبيح فهذه صلاة فيها سند ربما فيه مقال، ولكن المضمون هو من فضائل الأعمال مقبول عند علماء الحديث. لكن عارف الحديث النبوي الشريف كين الصحيح وكين الحسن وكين الضعيف وكين الموضوع. الموضوع هذاك وضعوه الوضاعين، الوضاعين لأسباب كثيرة، كانت مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية، وكانت حركة الوضع هذاك لا علاقة به، لكن الحديث إما صحيح وإما حسن وإما ضعيف، وكله نعمل به. الضعيف نعمل به في فضائل الأعمال وهي كثيرة جدا، منها صلاة التسبيح. صلاة التسبيح هي ركعتين كيصليهم المؤمن، وكيصليهم إما مرة في اليوم، فإن تعذر عليه مرة في الأسبوع، فإن تعذر عليه مرة في الشهر، فإن تعذر عليه مرة في السنة، فإن تعذر عليه مرة في الحياة. صلاة التسبيح هي صلاة مباركة وفيها أجر وتواب، وبها ربي كيفرج الهموم وكينفس الكروب وكيقضي الحوائج إن شاء الله تعالى. سوف أعطيك تفسير بسيط لها سي علي، ويستفدوا منها جميع المستمعين الفضلاء. بها ربي عز وجل كيغفر الذنوب، وبها ربي كيفتح باب الرزق، وبها ربي عز وجل كيذهب عنا الكروب والأحزان. أسأل الله تعالى أن يفتح ولنا ولكم أبواب التيسير. واللحظة حان وقت آذان صلاة العشاء. سبحان الله، شوف العشاء هذه خمس دقائق أدنا في مكناس، وغادي مكناس فاس، وجاي في الطريق يا الله وصل الدار البيضاء، ومن الدار البيضاء كيتم غادي نازل غادي نازل، هو غادي الجديدة الأسفي، غادي الأكادير. سبحان على مدار الأربع وعشرين ساعة كل دقيقة هناك مدينة يرفع فيها الأذان، معنى أن كلام على مدار هذا إعجاز، هذا إعجاز يكفي، هذا دليل على صدق الإسلام وصدق نبوة سيدنا محمد وإثبات وجود الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم أجمعين. اللحظة أيها الأحباب حان وقت آذان صلاة العشاء حسب توقيت الدار البيضاء والنواحي. نرفع الآذان ثم نعود بعد ذلك، فابقوا معنا. صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عدنا إليكم مستمعي الأفاضل لنواصل هذا اللقاء المبارك، ونجيب عن سؤال أخينا علي من مكناس الذي تساءل عن كيفية أداء صلاة التسبيح. هذه الصلاة هي فيها أجر وثواب وفضل كبير، هي نافلة مخصوصة تحتوي على 300 تسبيحة، سميت بصلاة التسبيح لأن فيها التسبيحات كثيرة. الأصل فيها أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه العباس: يا عم ألا أصلك، ألا أحبوك، ألا أنفعك؟ قال لي: بلى يا رسول الله. قال: يا عم صلي أربع ركعات، تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، فإذا انقضت القراءة فسبح. وأعطاه الكيفية. الكيفية هي هكذا أيها الأحباب الكرام، أن الإنسان كيصلي النافلة إلا بغى ربي عز وجل يفرج عليه الهموم وينفس عليه الكروب ويقضي لي الحوائج يقوم بهذه الصلاة. سيدنا النبي قال لي: إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة تفعل، وإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. كيف نفعل؟ أننا نتوضأ ونصلي أربع ركعات بتسليمة واحدة، في كل ركعة نقرأ بفاتحة الكتاب والسورة نختارها. لما ننتهي من القراءة ديال الفاتحة وديال السورة نقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، نقولها 15 مرة. ثم بعد ذلك نركع: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. بعد التسبيح المعتاد نقول 10 مرات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم نرفع رؤوسنا
سمع الله لمن حمده، ونقول التسبيحة المذكورة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 مرات، ثم نسجد، وبعد السجود نقول التسبيح المعتاد دائما، هالتسبيحة دائما نقولها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر 10 مرات، ثم نرفع من السجود، ثم نقول بين السجدتين بعد الدعاء نقول هالتسبيحات 10 مرات، ثم نسجد ونذكر الله في السجود، وبعد ذلك نسبح 10 مرات هكذا، يعني إلى أن ننتهي. لما نرفع رؤوسنا من السجود ونحن جالسين القرفصاء في الاستراحة الخفيفة نقول أيضا 10 مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، المجموع 4 الركعات، يعني كل ركعة نقول فيها 75 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. في القراءة نقولها 15 مرة بعد القراءة، وفي الحركة الأخرى الركوع والسجود والرفع من الركوع كنديروها 10 مرات 10 مرات، المجموع 75 مرة كنقولها في جميع في كل ركعة، والمجموع كله هو 300 مرة. قالوا العلماء اللي دارها ولو مرة واحدة في العمر يكتب عند الله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وبعد أن تسلم تسليمة واحدة غتقول الأدعية اللي بغيتي، اللهم نسألك التوفيق ونسألك الهدى واليقين ونسألك الخشية ونسألك الرغبة ونسألك اللهم يا ربي الرزق والبركة والتيسير والصحة كل شيء. والعلماء نصحوا في القراءة ديالها نقرأ بالسور اللي فيها الأجر والثواب الكبير، مثلا في الركعة الأولى نقرأ بالزلزلة لأن الزلزلة تعادل نصف القرآن، ثم الركعة الثانية نقرأ بالكافرون تعادل ربع القرآن، والركعة الثالثة نقرأ بالنصر لأن فيها الفتح المبين، والركعة الرابعة نقرأ بالإخلاص تعادل ثلث القرآن. إنسان يقدر يصليها مرة في العمر أو مرة في الأسبوع أو مرة في الشهر أو مرة في السنة، وبعدها يدعو الله بما شاء، وهذه التسابيح تكون من الذاكرين الله كثير الذاكرة الذاكرات. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم أجمعين. ونواصل أيها الأحباب الكرام، نواصل اللحظة، نتحول إلى إقليم بن قرير، معنا الحبيب سي حميد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيداير حبيبي؟ كيداير الحاج؟ حياك الله سي حميد، بارك الله فيك مولاي. الله يكرمك الحبيب، الله يكرمك. بارك الله فيك مولاي، بارك الله فيك. وسنة سعيدة. يا رب ادخل عليكم بالرحمة والمغفرة والتواب. الله يكبر بك سي الحاج، الله يكبر بك، الله يحفظك. شكرا لك وشكرا للأخ سامي وشكرا للسادة المستمعين في كل مكان واحتراماتي ليهم. بارك الله فيك مولاي. والناس ديال بن قرير راهم تيقدروك سي الحاج. جزاك الله ألف خير مولاي. الله يحفظهم جميعا. الله يحفظهم جميعا. نعم سيدي. وأنت راك في عينينا وفي قلوبنا، الله يخلي لك الدراري. استغفر الله استغفر الله. الله يحفظكم جميعا ويبارك فيكم مولاي. وهذه الايام ديال الهجره الله يجعل عليك تقوى ونور يا ربي يا كريم. وسلم وهذه العواشر المبروكه. واحد يا ارحم الراحمين، واحد السيد عبد الرحمن عبد الكريم من عبد الرحمن من الدار البيضاء يطلب منك الدعاء، ذلك هو استاذ المستمعين كلهم يدعوا عليه في المستشفى. الله اكبر يا رب. من المستمعين كلهم ومنك الحاج كريدة الله يجزيك بخير. الله يا ربي يا كريم اخويا، اللهم امين يا ربي. الله يكبرهم وامير البلاد جلاله الملك محمد تسلم ترو. اللهم امين. وشكرا لك بزاف. بارك الله فيك السي حميد، كنشكرك اخويا دوما، الحمد لله الاتصال ديالك طيب ودائما كتحب الخير للناس وديما كتدعي مع الناس بالدعاء الصالح وكتبدا دائما بامير المؤمنين. نسال الله ان يحفظه ويرعاه ويشافيه ويعافيه ويطيل عمره ويزكي عمله وينصره على من عاداه ويرفع به الله الدين وينصر به الاسلام والمسلمين. اللهم امين يا رب. وهذا الشريف هذا اللي هو مسكين مريض نسال الله تعالى ان يشافيه ويعافيه. اللهم رب الناس اذهب الباس، اشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك. نسال الله تعالى ان يرزقه الصحه والعافيه وتمام العافيه وان يرزقه الرزق الحسن ويبارك له في الأهل والعائلة والأحباب وكل ما في قلبه وضميره ربنا أعلم به. أسأل الله تعالى أن يعجل له بالفرج. اللهم أمين، اللهم أمين يا رب العالمين. حفظك الله سي حميد وأصلح لك الله الزوجة الصالحة والذرية الطيبة وبارك الله لك في العمر والله يجعلك دائما الحمد لله منور ودائما كتنشر الخير.
الخير وديما قلبك عامر بالإيمان واليقين. حفظك الله وتحية إليك ولكل الساكنة ديال البن قرير. حياك الله مولاي. نواصل أيها الأحباب الكرام اللحظة، نتحول إلى قلعة سراغنة. معنا السياسين. السلام عليكم عمي الحاج. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عمي الحاج الأسلام ذن. الله يسلمك مولاي. واش راك مبروكة؟ بارك الله فيك وعيد ولك جميع المسلمين. كل عام وأنت بألف خير. يا رحمن يا رحيم يا ودود. محبوبة. جزاك الله ألف خير. وتحية المستقبل المكالمات. سي سامي دائما في الابتسامة. أي كنشكرو بزاف سي سامي. تحية لي. بارك الله فيك. أكرمك الله. عمي الحاج أنا مكفوف من الأسرة اللي دويت معك شحال مرة. أي عقدت عليك مولاي سي ياسين. الله يشافيك مولاي ويحفظك. اللهم آمين. داي معايا عمي قريبان داي معايا بزاف. يا ربي يا مولاي يا ربي. وعمي الحاج أنا في مع خويا جواد شجرة أمل للمكفوفين. أيه. ودرت الفيديو ديالي. إذا نعم. كان كيسمعني شي محسن ولا شي محسن كان كيسمعني يدير نعم. شجرة أمل للمكفوفين فيديو نعم. ألوان. واحد الغالة توقع الفيديو ديالي فيديو ألوان. كاتب أيه. حط عليه النمرة ديالي كنقولها في الوصف الفيديو بالصوت ديالي اللي كان شي محسن يتصل بيا عمي قريبان. نعم السياسي شحال العمر ديالك ولدي؟ العمر ديالي 25 سنة. يا واش كدير في الحياة؟ وعمي قريبان ما كندير والو في الحياة. الله أكبر لا إله إلا الله. غير جالسة عمي قريبان ما لقيتش اليد مساعدة. وكيفاش ولدي فقدتي البصر؟ وفقدت البصر عمي قريبان زدت بعين كنشوف بيه وعين لا. الله لا اله الا الله. هذه زياده وخلق فهمتي عمي قريبان. اييه ومن وقريت امين في واحد العين قريت امين ومن ثم صافي مشى ليا شوف صافي جلست في الدار ما درت شي حاجه في يدي. الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله. هو كنتمنى المحسنين على يد الإذاعة المحبوبة ميد راديو وعلى يدك عمي قريبان وبغيت الرقم ديالك عمي قريبان بغيت واخا مولاي إن شاء الله نعطي لك بإذن الله ولدي ولدي قول لي سي ياسين شنو الآفاق المستقبلية دابا أنت عندك 25 سنة كيفاش كيبان لك المستقبل ديالك واش كيبان لك بأنك غدير شي حرفة غدير شي تجارة كيفاش غدير تبني الأسرة ديالك مستقبلا عندك شي تصور معين ولا كيبان لك ضبابية كيبان لك الأمور غير واضحة؟ عندي تصور ولكن عمي قريبان خاص يد المساعدة خاص اللي شد بيدي. أي بحال التصور ولدي بحالاش مثلا؟ خاص اللي شد بيدي بسميتو ماديا. أي إن شاء الله شي تجارة أو شي حرفة معينة تكسب بها القوت ديالك. أي عمي قريبان هادشي اللي كنتمنى من عند الله. الله يحفظك أولدي ياسين الله يحفظك مولاي. الله يحفظك الله يجيب لك الرزق مولاي وحنا كنحييوك ومن خلالك نحييو جميع الابناء ديالنا والبنات ديالنا اللي في وضعيه صعبه. وهذه مناسبه الاحباب الكرام في راس السنه الهجريه عاده كيكون الموسم ديال اخراج الزكوات كنقول للساده اهل الاحسان واهل الفضل انهم من بين الامور ما تنسوهاش انكم تزوروا هذا الموقع اللي تجمعوا فيه واحد العدد ديال المكفوفين والمكفوفات اللي هما موقع شجره هلال للمكفوفين او شجره امل للمكفوفين يعني فيها الناس اللي هم فعلا في امس الحاجه للمساعده في امس الحاجه لتقديم الاحسان. اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفق اهل الخير. هي طريقه سهله جدا غتمشيو لمحرك البحث غديروا شجره هلال للمكفوفين او شجره امل للمكفوفين وغتواصلوا مع الناس تما تلقاو لي فيديوهات ديال الناس اللي هم محتاجين شباب وشابات اللي في وضعيه صعبه والأرقام الهاتفية وتواصلوا معهم مباشرة وتساعدوهم مباشرة. وطبعا غير باب التنبيه راه ما كاينش فقط غير اللي هما فاقدي للبصر كاين واحد الفئة أخرى كنتواصل مع البعض منهم اللي هما عندهم إعاقة حركية واحد العدد منهم
اللي هما الشباب وحتى واحد ربما ما كينتبه لهم كنعاودوا نذكروا بهم الشباب اللي هما عندهم اعاقات وكل اللي عندهم الصبغ الثلاثي وكل واحد عدد ديال الناس لذا كنلحوا بان ان شاء الله تعالى التدبير الحكومي المقبل والمرتقب باذن الله تعالى انه لا ينسى هذه الفئه وانه يسعى لإيجاد واحد المخرج لها واحد السهم الأسهم ديال العطاء تكون لهذه الفئة من أبناء الوطن هم أبناؤنا وإخواننا وأحبتنا في وضعية صعبة. أسأل الله تعالى أن يفتح لهم باب الرزق وباب الكرم وباب الجود إنه سميع قريب مجيب. أيها الأحباب الكرام حفظكم الله ورعاكم ونحن في ختام هذه الحلقة وفي هذا الوقت المتأخر من الليل لعله ساعة إجابة سمعنا مجموعة من المكالمات التي طرحت همومها ومشاكلها وكان موضوعنا حول الزيارات العائلية خلال فصل الصيف وأردنا من خلال هذا الموضوع أننا نستجلي الصفحات المشرقة من الماضي التليد تاريخنا القديم لما كان الزمن جميلا وكان الناس يتزاورون وكان الناس يتعاطفون فيما بينهم وكانوا يتحملون بعضهم بعضا ويتجاوزون الخلافات ويتجاوزون العناد وكانوا متحابين متضامنين متكافلين. نتمنى إن شاء الله سبحانه وتعالى أننا نكون مع هذه القيم والأخلاق والسلوكات التي طبعت مجتمعنا المغربي في السنوات الماضية لما كان الخير موجود وما زال الخير موجود الحمد لله ما زال هناك أسر وعائلات تحافظ على هذه القيم قيم التضامن وقيم التكافل وقيم التزاور وتحيي صلة الأرحام وعندها الإكرام رغم الظروف الصعبة رغم غلاء المعيشة رغم ضيق السكن رغم كل هذه الموانع الخير مستمر. والمكالمات اللي سمعنا لها هي في مجملها الناس عندهم صعوبة في الحياة الحياة تبدو صعبة ونخفف هذه الصعوبة بأن نلجأ إلى مالك الملك نلجأ إلى رب البريات نلجأ إلى خالق السماوات والأراضين نلجأ إليه بأكف الضراعة نلتمس منه العطاء نلتمس منه الكرم نلتمس منه الجود. أقصر طريقة والأخسر طريقة مختصرة هي أن الإنسان يجابه هذه المشاكل وهذه الكروب بالدعاء. أي نعم الإنسان ينبغي أن يتخذ الأسباب والمسببات لأن لكل علة معلول ولكل سبب مسبب ولكن أحيانا لما يعجز الإنسان يلتجئ مباشرة إلى رب الأسباب سبحانه وتعالى ندعوه لكي يفرج عن الهم والغم ونحن في ليلة الجمعة. فأدعوكم أيها الأحباب الكرام أن ترفعوا جميعا أكف الضراعة إلى الباري جل علاه ونقول جميعا بقلب خاشع الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين يا كاشف الغم يا منفس الكرب يا مجيب دعوة المضطر إذا دعاه سبحانك سبحانك ما أعظم شانك لا إله إلا أنت اللهم يا ذا الرحمة الواسعة يا رب العالمين نسألك يا رب العرش الكريم فيضة من فيضان فضلك وقبضة من نور سلطانك ونسألك اللهم أنسا وفرجا من بحر كرمك سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. نسألك اللهم في هذه الساعة المباركة من ليلة الجمعة يا رحمن يا رحيم والدعاء مستجاب وهذا وقت مبارك وقد أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة وقلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم ادعوني أستجب لكم اللهم يا واسع الكرم يا كثير الجود إننا ببابك واقفون ولجودك الواسع منتظرون اللهم يا رب العالمين نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا رزقا حسنا اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك اللهم يا رب العالمين إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل يا ربنا معذرتنا وتعلم حاجاتنا فاعطنا سؤلنا
اللهم يا رحمن يا رحيم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا، نسألك اللهم أن تجعل لنا ولجميع المسلمين والمسلمات، اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. يا رب إنا نعوذ بك من الوباء ومن عظيم البلاء في النفس والأهل والمال والولد. اللهم يا رحمن يا رحيم، نسألك اللهم فرجا قريبا، ونسألك اللهم صبرا جميلا، ونسألك اللهم العافية، ونسألك اللهم الغنى عن الناس. يا حنان يا منان، اللهم ارزقنا خير الدين والدنيا والآخرة. يا رب ارزقنا خير الدين والدنيا والآخرة. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. يا الله يا الله، اللهم اكتبنا مع من سبقت لهم منك الحسنى، الذين هم عن النار مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. اللهم يا رحمن يا رحيم، ندعوك باسمك الأجل الأعز، وندعوك باسمك الأحد الصمد، وندعوك باسمك العظيم الوتر، وندعوك اللهم باسمك الكبير المتعال الذي ملأ الأركان كلها، أن تكشف عنا الضر. اللهم اكشف عنا الضر، اللهم اكشف عنا الضر. يا ربي لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا رب العالمين، يا مسهل الشديد، يا ملين الحديد، يا منجز الوعيد، يا من هو كل يوم في أمر جديد، نسألك اللهم يا رب العالمين أن تخرجنا جميعا من حلق الضيق إلى أوسع الطريق. اللهم أخرجنا من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك ندفع ما لا نطيق، ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا فارج الهم، اللهم يا نافس الكرب، يا كاشف الغم، فرج همنا ويسر أمرنا وارحم ضعفنا وقلة حيلتنا. اللهم يا رزاق يا كريم، ارزقنا من حيث لا نحتسب، اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب. يا أكرم الأكرمين، كما لطفت بالأجنة في بطون أمهاتها، ألطف بنا يا رب العالمين في قضائك وقدرك الذي قدرته علينا. يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، اللهم يا صارخ المستصرخين، يا غوث المستغيثين، يا رب العالمين، إنك ترى مكاننا وتعلم حالنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. اللهم فرج عنا الهم، ونفس عنا الكرب، واقض عنا الدين، يا من تحل به عقد المكاره والشدائد، يا صاحب الفرج، اللهم عجل لنا بالفرج، لا فاتح لما أغلقت، ولا ميسر لما عسرت، ولا معسر لما يسرت. اللهم يا ذا العرش العظيم، خذ بأيدينا في المضايق، واكشف لنا وجوه الحقائق، ووفقنا لما تحبه وترضاه، واعصمنا يا مولانا من الزلل، ولا تسلب عنا إحسانك، وقنا مصارع السوء، والطف بنا في سائر تصرفاتنا، واكفنا من جميع جهاتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا فارج الهم، عجل لنا بالفرج. ربنا يا ذا الجلال والإكرام، عباد لك ضاقت بهم الأسباب، عباد لك أغلقت دونهم الأبواب، عباد لك بعدوا عن جادة الصواب، عباد لك زاد بهم الهم والغم والاكتئاب. اللهم يا رب العالمين، عجل لنا ولهم بالفرج، عجل لنا ولهم بالفرج. يا من إذا دعي أجاب، يا سريع الحساب، يا عظيم الجناب، اللهم يا رحمن يا رحيم، نسألك أن تفرج عنا وعن عبادك المؤمنين، ونسألك اللهم أن ترحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم كل من مات لنا من الأحبة والأقارب، اللهم ارحمهم جميعا رحمة واسعة، اغفر لنا ولهم ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. يا رب اغفر لنا ولهم، وارحمهم وعافهم، واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء
الماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم يا رب جميع أمواتنا أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، وانقلهم يا ربنا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم يا رحمن يا رحيم، نسألك أن تلحقنا بهم مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين. يا رب إذا قبضت أرواحنا فيمن كتابنا وبيض وجوهنا وثبت أقدامنا ويسر حسابنا، وارزقنا يا مولانا جوار نبيك وصفيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا يا ربنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اجعل لحودنا روضا من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النيران. يا حنان يا منان يا عظيم الشام، اللهم يا أمان الخائفين، يا غيات المستغيثين، يا مجيب دعوة المضطرين، اللهم عجل لنا بالفرج، اللهم عجل لنا بالفرج. يا من ترفع إليه أكف الداعين وتخشع لعظمته سلطان قلوب اللاجئين، يا موضع كل شكوى وسامع كل نجوى، أنت أرحم الراحمين وأنت نعم المولى ونعم النصير. سبحانك سبحانك، احرسنا يا ربنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا يا ربنا بكنفك الذي لا يرام، واغفر لنا بقدرتك علينا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا النعماء التي لا تحصى، ويا ذا الأيادي التي لا تنقضي، اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا يا رب من بين أيدينا ومن خلفنا، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسما عابدا وعقلا متفكرا وعلما مؤيدا. اللهم اجعل لنا لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا. اللهم يا أرحم الراحمين، اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، واستهداك فهديته، واستغفر فغفرت له، واستنصرك فنصرته، ودعاك فأجبته، واستودعك همه فبشرته بما يفتح مداخل السعادة في قلبه. اللهم اشغلنا بذكرك عن كل ذكر وبطاعتك عن كل طاعة، وصل اللهم على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله. ما ذاق أمر إلا فرجه الله، ما ذاق أمر إلا فرجه الله. اللهم صل وسلم أزكى الصلوات على أسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.